كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. في بلاصتها ومعناها من شاطر الرائي في عديد الاشياء، ودرت وشفت خلال زيارتي الميدانيه لقيت جانب صحيح من يقولوا فيه موجود. مساله التقطير هي مساله مهمه، وان شاء الله الوزاره حتى في اطار الأنشطة الشبابية الصيفية اللي حبينا ندخل نوع من التأطيل. انت تعرف انت حتى في الانتداب تخلي مؤطر ينجح وما يدخل يخدم الا بعد 5 سنوات وربع سنوات، وهذا اللي لقيناه، فانه يفقد نوعا ما من مواكبته حتى للعمل نتاعه واساليب العمل. فانا حتى معناها الدورة التنشيطية هذه للشباب اللي قايمين بها الأنشطة الصيفية حبيت نعطيها مش للمباشرين فقط، حبيت نعطيها حتى للعاطلين على العمل، من جهه انهم يلقاو فرصه باش يعاودوا يحتكوا بالمباشرين، وهي طريقه حبينا، ومن جهه ان نوفر لهم بعض المدخول المالي، لانه مش نعطيهم مقابل مالي باش يلقاو على الاقل بالمدخول نتاعهم، ومن جهه يساهموا باش يكونوا شباب وتكون عباره على ورشات وحظائر عمل تجريبيه على عين الواقع. دونك المشكل موجود، سنحاول قدر الامكان انه نحسن من الدورات التكوينيه انه نجمعهم، وهذا مش موجود كان في مستوى التأطير في دور الشباب، حتى في الرياضه ما كنت ننتقل احيانا اساتذه التربيه البدنيه تو طالبين تأطير، يقولوا لي احنا ملي نشدوا نخدموا لليوم ما يعملوش دورات، يعني ما يكونوناش ما يلموناش، وهذا موجود. معنا عندهم الحق، وانا خذيت هالمعلومه هنا اون كونسيديراسيون، باش نحاول قدر الامكان انه ربما في المستقبل القريب لما لا نعملوا برامج لرسكلت المؤطرين وتكوينهم، ولو انه فما بعض البرامج اللي قاعده تنجز على مستوى الوزاره، ولكن نزيدوا ننميوا المسؤوليه. بالنسبه للبنيه التحتيه كما قلت هي تراكمات نتاع سنوات، ولكن صحيح فما فضاءات قديمه من الستينات، ولكن فما فضاءات زرتها انا جديده، انا حقيقه معناها مكاسب للجهات. انا شفت الشباب من غير ما نسمي المكان، شفتهم حتى في اماكن بعيده، مثلا دار شباب بومرداس مشيت زرتها وندعوكم حتى تزورها، حقيقه دار شباب ممتازه جديده فيها جميع المواصفات، دار شباب بقالته تنجموا تشوفوها، حقيقه دار شباب تعمل كيف جديده عصريه خير من برشا اماكن اللي نشوفوها. دار شباب سكره في تونس مشيت زرتها وشفتها، انا شيء جوهره. دار شباب الفوار اللي قاعده اليوم تنجز، دار شباب رائعه زاد كيف كيف، فيها مواصفات معناها ممتازه. عديد دور الشباب احنا قاعدين نعملوا في مجهود كبير، دور الشباب اللي قاعده تنجز من قبل الوزاره وترصد في امكانيه تامه، قاعده ترصد بطريقه عصريه وتبنى بطريقه اللي نراعي فيها الشكل ونراعي فيها المضمون ونراعي فيها التجهيزات. موجود فما دور شباب من الستينات ودخلنا على تحسينات، فما دار شباب المغاربيه اللي اول دار شباب في تونس من عام 1963، دار شنها الزعيم نحمي بورقيبه، دار شباب مهمه دخلنا عليها تطويرات، دخلنا فيها ملاعب، دخلنا فيها تجهيزات، مطعم، اقامه، قاعدين نعملوا في مجهود كبير على اساس انها تكون دور الشباب هذه في المستوى. فما دور شباب قديمه ان شاء الله نتلفتوا لها ونسوا لها ونعتنوا بها اكثر، وهذا الصيانه كيف كيف باش نحاول نزيد نرصد ميزانيه اكبر للصيانه. الصيانه موجوده، تدخلات عديده قاعده تتم على مستوى دور الشباب، ان شاء الله الواقع يكون افضل في المستقبل. المتابعه متابعه شنو الصيانه ولا متابعه دور الشباب؟ متابعه ما يجري داخل دار الشباب. ما يجري داخل دار الشباب. متابعه ما يجري داخل دار الشباب هذا دور مدير دار الشباب ودور المندوب الجهوي للشباب. احنا اليوم عندنا تقريبا في تونس ما يناهز 500 مؤسسه شبابيه بين دور شباب ومراكز الاصطياف والتخييم ومركبات شبابيه. هذا العدد مهم. اليوم انا مثلا يكفي نقول لك انه دوله قطر بعثت لنا مراسله طالبه منا انه نجيو نعمم تجربه دار الشباب في بعض بلدان الخليج. هما دول الخليج ما عندهمش دور شباب، ما عندهمش دور شباب، ما عندهمش مركبات شبابيه، مع رغم اللي عندهم الامكانيات الماديه. امكانيات مهوله. تجربه رائده في تونس، كما قلت اول دار شباب دشنها الزعيم نحب بورقيبه، هذا الرجل الفذ اللي اعطى برشا لتونس، واللي كانت عنده نظره استشرى فيها المستقبل، واللي دور الشباب اللي عشنا فيها وتربينا فيها كونتنا، وهي كانت جزء من تكويننا. وانا زاد كيف ساعمل في السنه الدراسيه المقبله على مراجعه التوقيت، مش معقول دار الشباب تسكر وقت اللي الليسي يسكر، لا، لازم هي تحل وقت اللي الليسي يسكر. باش الناس بعد ما تخرج من المعهد تلقاه.
وش سنراجع ان شاء الله حتى الزمن نتاع استغلال الشباب، وسنسعى لتوفير الاطر ان شاء الله مع انطلاق السنه الدراسيه الجديده تكون الوضعيه افضل، وسنجتمع بمديري دور الشباب وسنحثهم على ضروره العمل، لان احنا كنا قبل مدير دار الشباب هو اللي كان يحفزنا وكان يعلمنا وكان كما استاذنا وكما معلمنا تعلمنا في دور الشباب، وهذا يزمو يرجع، ولا سبيل انه باش نتهاون في هذا الامر. اي مدير دار شباب ومدير مركب شبابي مش باش يأنس في نفسه القيام بهذا المجهود، فما عديد الاطارات اللي قادر تقوم به. كنوز اف ام، كنوز اف ام، نسيك الدنيا وما فيها.